من أكبر المشاكل والأكثر شيوعاً حالياً واللي كتير ناس بيعانوا منها هو الكولون العصبي. يمكن صعب كتير تشخيصه، البعض بيخطئ بهذا الموضوع، ولكن دائماً أصحاب المرضى اللي بيكونوا بيعانوا من الكولون العصبي بيكون عندهم آلام كتيرة، مشاكل وتدخلات كتيرة، وخلال الشهر الكريم أكيد بيكون لهم حصة من بعض المشاكل إذا ما اتبعوا أنظمة غذائية صحيحة. تماماً يا سلمى، واليوم إنه في كتير من الدراسات اللي صارت حول تأثير الصيام على القولون العصبي، وخاصة الصيام المتقطع وتأثيره، ومن خلال هاي الدراسات كلها تم اكتشاف العلاقة بين أعراض الصيام المتقطع والقولون العصبي، وكان من الواضح تأثير الصيام على القولون العصبي بتفاوت بشكل كبير عند الأشخاص يلي بيعانوا من هاي المشكلة، وكانت أكيد النتائج بتختلف طبعا لكل شخص ودرجة الإصابة بهذا المرض عنده. واليوم رح نحكي عن هذا المرض وشو هي المعلومات الطبية الصحيحة، وطبعا أكيد خلال فترة شهر رمضان المبارك شو هي النصائح وكيف نقدر نحن نصوم، وهل الصيام ممكن يعالج هاي المشكلة أو يزيد منها. كل هاي التفاصيل مع الدكتور منصور ناصر الدين، وهو اختصاص بأمراض الجهاز الهضمي. صباحك دكتور ورمضان مبارك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، كثير بنسمع عن الكولون العصبي، في ناس مجرد ما يوجع معدتها بتقول انا معي كولون عصبي، بتحسس بتوتر، شائع المصطلح، ولكن ما الكل اللي بيعرف شو هو فعلا الكولون العصبي وليش هو شائع بين الناس؟ يعني بدايه سلمى وعفاف صباح خير، تحياتي لكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ومن خلالكم لكادر البرنامج وللإخبارية السورية، ومن خلال الإخبارية السورية لعموم الأخوة المشاهدين. رمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. موضوع الكولون العصبي موضوع شائع جدا، ونحن منقول أنه هو تقريبا بيمثل 70% من المرضى اللي بيراجعوا العيادات الهضمية، و70% يعني 3/4 مرضانا تقريبا، رقم كبير، فرقم كبير. طبعا تسميات كثيرة، الكولون العصبي والكولون المريض وإلى آخره، يعني في كثير من التسميات. التسمية الطبية لهالمرض هي عبارة عن متلازمة الأمعاء المتهيجة الإريتيبل باول سيندروم. وليش الأمعاء؟ يعني هو مش بس الكولون، كل شيء فيه بالعضلات الملس بيكون في عنا سوء بوظيفة هذه الأحشاء اللي هي الكولون والامعاء الدقيقه، واحيانا المعده، واحيانا الحالبين تبع الكلاوي، واحيانا بكون الرحم والملحقات. فكثير احيانا بنشوف اعراض نسائيه عند اللي عندهم هالمتلازم. ف بس لانه الكولون هو العضو الاكبر، هو العضو اللي بيعبر عن حاله اكثر شيء، ف بتتسمى الكولون العصبي. المتلازم مثل ما قلنا واسعة الانتشار، أعراض كثيرة بيشكوا منها المرضى بشكل كبير، بتأرق حياتهم، بتزعجهم وبتطول، ومجرد أنه استمرت فترة بيخلق عاد الاستمرار هذا شكوك عند الشخص المصاب أنه لا يكون عندي كذا ولا يكون عندي كذا، وبلكي هي بتتحول لشيء مش منيح، وهذا بيدخله بدوامة القلق والتفكير والسترس باللغة الطبية. وطبعا السترس بيزيد الأعراض، والأعراض بتزيد القلق، وهناك ندخل بما يشبه حلقة معيبة رح نكسرها نحن بموضوع التطمين للمريض، وبموضوع الحمية، وبموضوع تعديل النمط الغذائي والصفات. يعني هذا إذا بدنا نحكي هيك يعني مقدمة صغيرة عن موضوع الكولون العصبي. بنيجي عاد نحن لموضوع الصيام وربط الموضوعين مع بعضهم. الصيام مثل ما بنعرف، مثل ما أثبتت الدراسات كثيرة، أنه هو عم بيحمل شيء صحي للجسم البشري، والصيام هذا يعني بيحمل فائدة صحية للجسم، وبيحمل فائدة صحية للنفس، بيعود الإنسان على الصبر وعلى تحمل الصعاب كشخص، وبيعود المجتمع كمان على أنه يشوف معاناة الآخرين. أنتم بتعرفوا نحن بحرب على سوريا صار لها أكثر من 13 سنة، وفي معاناة عند كثير من الناس، وهي الصيام نحن من أول فوائده أنه عم بيخلي الناس تشعر بشعور الناس اللي ما عم تتأمن لهم لقمة طعام اليومية، أو عم بيعانوا ليأمنوا لقمة طعام، بالإضافة لشخصياً عم تعود الإنسان على الصبر
وتحمل الجوع، وهذا بيروض النفس وبيقويها هذا نفسيا. أما جسديا الصيام عم بيريح الأنبوب الهضمي إذا صح التعبير، لأنه نحن عم ناخذ ساعات متواصلة، هالأنبوب الهضمي ما عم بيقوم بعمل. مع الأسف أنه بالسابق في عنا تناول طعام مش بشكل منتظم، أحيانا ثلاث وجبات وبيناتهم بياكل واحد هون وبياكل من هون، وبين الوجبتين بياخذ له وجبة صغيرة أو سناك صغيرة، فبتلاقي أنه الأنبوب الهضمي يعمل بشكل مستمر طيلة اليوم. في فترة الصيام عم نعمل إراحة للأنبوب الهضمي، عم نسمح للخلايا ولبطانة الأنبوب الهضمي، مثلا بطانة المعدة بتتجدد تقريبا 300 مرة باليوم، عم نسمح للأنبوب الهضمي يجدد نشاطه، يجدد الخلايا تبعيته، يتخلص من الفضلات والمواد التالفة، عم نسمح للغدد اللي عم تفرز انه تريح حالها شوي، تفرز هالمواد اللي بتساعد على الهضم، فهو عم بيأمن راحة وصحة للأنبوب الهضمي بشكل عام. ذكرت دكتور انه الستريس ممكن يكون هو يزيد الأعراض بشكل كتير كبير، ولكن خلينا ننتقل للأسباب. ممكن يكون الستريس سبب من هي الأسباب، وقديه ممكن يكون العامل الوراثي له علاقة بالإصابة بهذا المرض؟ يعني بالنسبة للستريس هو عامل أساسي بموضوع المتلازمة الأمعاء المتهيجة. القلق والتفكير، نحن بتعريفنا لحد هلق متلازمة الأمعاء المتهيجة هي مرض وظيفي، يعني في خلل بوظيفة الأحشاء. يعني ما بنيجي نقول، في شائع بيقولوا أنه مرض نفسي، يعني المرض النفسي العميق هذاك له صفات مختلفة. فينا نقول مرض وظيفي، العصاب والشدة والتفكير والحربصة، يعني اللي بنسميها نحن مو اللي بيصيح وبيفرغ الشحنات لبرا، اللي بيحبس لجوا وبيبلع لجوا، هذا بتتشنج أحشاء وبصير في عنده كولون عصبي. فدوره أساسي. في عنا مراكز بالدماغ بتفرز وساط كيماوية، هالوساط تأثر كثير بانفعالات الشخص. ولو جبت لكم مثال بسيط، مثلا اللي بيقولوا اللي بيروح على الفحص أحيانا بصير في عنده إسهال من القلق ومن التفكير، هي شائعة بين الناس معروفة، اللي بيبقى قاعد حد خطيبته بصير يدق قلبه أكثر. فالنتائج العضوية اللي بتنتج عن فعل نفسي بتأثر عليها منطقة موجودة بالدماغ، تفرزها الوساط بتخلي الأحشاء أو الجسم يرد عليها بشكل عملي. لو جينا لفكرة شو معنات يعني المرض الوظيفي، أنا بحب أوضحها هيك بمفاهيم بسيطة. يعني لو جبنا مثال انه الطلاب اثنين ما كتبوا الوظيفه عند بمدرسه، لما اجت الان سالت حاسبهم، لقت الطالب الاول مكسوره ايده اليمين ومجبصني، ما قدر يكتب الوظيفه لانه في مرض عضوي، في خلل بايده فما خلته يكتب الوظيفه، هذا مرض عضوي. بس الثاني ما كتب الوظيفه، ما عنده خلل، ما عنده مانع، بس ما قام بوظيفته بشكل مضبوط، هذا اللي بنحكي عنه المرض الوظيفي. فالمرض الوظيفي ما عندنا خلل او عطل كبير او خلل عضوي كبير، وما عندنا خطوره. بحاول انا بسط الامور للمرضى اللي بيراجعوني وللاخوه المشاهدين، مشان نوصل لفكره كثير مهمه، انه هذا المرض بما انه وظيفي فهو ما في خطوره، ما بيتحول اهم شيء لسرطان، لانه لما يتاخر 6-7 شهور والمريض عم بيعاني وما عم بيتحسن، عم بياخذ علاجات، عم بيزيد القلق، عم بيزيد الاعراض، فعم بيدخل براسه انه قد يتحول هذا المريض بشكل سلبي. اول شغله بننبه عليها الاطباء اللي بيتدربوا عنا، انه اول شيء طمن المريض، طمن مريضك انه هذا ما بيتحول، هذا مرض مزعج صحيح، بيستمر فتره طويله، ممكن نتخلص منه، له علاقة بانفعالات الشخص، إذا دخلت على أزمة أو على شدة ممكن يرجع ويتكرر، بس ما تخاف منه، مجرد أنك ارتحت. ومنيجي للمثل اللي نحن بنقوله كثير هيك، يعني بنقوله كثير أحيانا بنردده للمرضى اللي بيجونا، بنقوله طنش تعش تنتعش، يعني روق، بتلاقي أنه ارتحت من كثير من أعراض الكولون العصبي. طيب دكتور، كمان بنلاحظ بعض هاي الأعراض بتزيد بشهر رمضان المبارك، وخصوصا بعد الإفطار عند بعض الصائمين، بحسوا شوي بألم بالمعدة، تلبك أول ما بياكلوا، انتفاخ، بقلك ما أكلت لأمتين ثلاثة، حسيت حالي شبعت وما عاد قدران أكل، كأني أكل الطنجرة كلها مع أنه صحني هالقد قده. هل هي الأعراض هي مؤشر أنه هذا فعلا هو الكولون العصبي، أو لا هي مرتبطة بمشاكل أخرى هضمية؟ طيب، كثير حلو السؤال والفكرة، لأنه بدي مر من خلاله على مفهوم. نحن عم نيجي بنعمل إفطار
افطار هائل، يعني عم نجي نتناول كميات كبيره من الطعام، يعني بنعمل عده انواع من الطعام، طعام غني بالشحوم بالكوليسترول، وبعديها في وجبه حلويات مصنعه بالدسم، فهذا عم بيساوي ارهاق للانبوب الهضمي. اولا عم نفقد فائده الصيام او فكره الصيام اللي هي بالاساس للمنفعه الجسديه والنفسيه. لما نجي نحن بعد هالجوع نتناول كميات كبيره من الطعام، هالطعام في كثير احيانا عم بيكون من الدسم غير المشبع اللي عم بيسوي لنا عسر هضم بيبتلي البطن، ومنضلنا كل فتره اللي هي بعد الصيام مرهقين وتعبانين، وبمر علينا يوم مش كويس، يعني يوم بنحاول انه ننساه من قد ما انه تعبنا لحد ما يجي موعد السحور. طبعا الموضوع ببلش ببساطه، انه نحن لما بدنا نتناول الافطار بعد صيام وبعد جوع خلينا نكون معتدلين باكلنا، يعني نتناول كميه بسيطه من الطعام، بفضل الطعام الطازج، الفواكه الطازجه محل الحلويات اللي ممكن مصنوعه بالسمن البلدي وغيره، نوع او نوعين من الطعام، التنويع كويس بس مش الافراط بالتنويع، كميات كبيره من الطعام، هالطعام ما يكون فيه كميات كبيره من الدسم والكوليسترول اللي هي راح تساوي عبء على الانبوب الهضمي اللي كان مرتاح واعطيناه كميه او جرعه كبيره من الطعام، بده فتره طويله ليهضمها، فبده يضله الشخص حاسس باللي بنسميه ديسببسيا وعدم ارتياح. هذا بغض النظر عن كان الشخص عنده متلازمه القولون العصبي اللي سمتها او متلازمه الامعاء المتهيجه، ولا كان شخص طبيعي، حتى الشخص الطبيعي بده يعاني. اذا كان عنده متلازمه القولون العصبي بده يعاني اكثر، خصوصا انه هالكولون حساس لبعض الانواع الاطعمه اللي هسه رح ننوه لها نحن من خلال الحميات، فبده يكون الفتره اللي هي بعد الافطار يعني معاناه بالصيام لنوصل للافطار، ولما بيفطر بيعملنا معاناه ليوصل للسحور، وبالتالي بنخسر الفائده النفسيه والجسديه لشهر رمضان المبارك وللصيام، وبيكون شهر معاناه بدل ما يكون هو شهر محبه وشهر خير وشهر سلام للنفس وللبدن. نعم. هلا تعرفنا على الخطوات الصحيحه اللي لازم نتبعها، خلينا هلا ننتقل للسلوكيات الخاطئه اللي بيتبعوها الناس يلي بيصوموا وممكن بنفس الوقت هي تزيد من تهيج القولون العصبي عندهم، شو هي السلوكيات الخاطئه اللي لازم يبعدوا عنها؟ لو بلشنا من اللي انتهينا معه، الاكثار من كميه الطعام الكبيره بعد جوع، كميه عاليه الدسم، هي كلها راح تاثر على الشخص السليم. فإذا كان الشخص بالأساس عم بيعاني من أمراض، مثلا إذا كان في عنده حصيات بالمرارة، طبعا رح ندخل إنه إذا سمح الوقت بإنه ببعض الحالات الصحية إنه هون يعني ضروري إنه نضبط موضوع الإفطار مثل ما نضبط موضوع الصيام، ولازم في بعض الأمراض مثل القرحات الفعالة إنه قبل ما يصوم الشخص يسأل طبيبه وياخذ موافقة طبيبه على الصيام، لأنه أحيانا بيكون الصيام له فعل على المرضى مش كويس صحيا. فإذا الشخص السليم لازم نعمل اعتدال. ثاني شيء شرب المياه مع الطعام، يعني أحيانا الواحد بيبقى عطشان بيجي الإفطار بياكل بيشرب معه، ما بتعمل كرش دكتور؟ كميات ما بتعمل كرش؟ طبعا أكيد شرب المياه مع الأكل، شرب المياه مع الطعام والنوم بعد الطعام، خاصة بيبقى تعبان كل النهار فبياكل كميات كبيرة تلاقيه نام، هذا راح يأثر على هو من أهم مؤهبات البداني. غير هيك في عندنا مثلا بعض الممارسات الخاطئة، أنه قبل السحور مثلا ببلش واحد أنه يشرب كميات من المي كبيرة كثير مشان أنه ما يعطش بفترة الصيام. هذا الكلام يعني الكلية راح تطرح المي الزايد، نحن بيكفي أنه نشرب بشكل معتدل، ما نشرب من العصائر اللي علق اللي هي صناعية مثلا واللي فيها كميات من السكر، لأنه هي راح تعطشنا أكثر. ممكن أنه نتناول مثلا فنجان قهوة بسيط، هذا بيساوي شبع، حس بالشبع خلال فترة الصيام. بالنسبة لمرضى متلازمة القولون العصبي، القهوة قد يكون إلى فعل مهيج وقد يكون إلى فعل بشنج له قولونه من بعد عنا، بس الإنسان طبيعي فيه يأخذ فنجان قهوة فقط مش دلي، لأنه هذا طبعا الإكثار شيء بيضر. فيعني ببساطة تنويع، الاعتدال بالطعام، عدم شرب المياه مع الطعام،
الحلويات اللي بتجي بعد الوجبات هذه خلينا نستغني عنها وناخذ محلها الفواكه الطازجة والفريش اللي بتأمن للشخص السكر داخل البناء اللي هو بفوت من غير وسيط على الداء داخل الخلية وما بيحتاج انه الجسم يصرف طاقة ليدخله وبيخلي الواحد يشعر بشبع وراحة. في احيانا ننصح طبعا هسه الحمد لله انه اجى رمضان بفترة ما في شوب كثير مشان العطش، بس بننصح بتناول عرق السوس، هذا بيساوي شعور بعدم العطش لفترة طويلة، طبعا بشرط انه الشخص ما يكون عنده ارتفاع توتر شرياني لانه هون عرق السوس ممنوع. نعم. اكيد. طيب دكتور خلينا نحكي شوي على النمط الصحي اللي احيانا بيشكل مشكلة عند مرضى الكولون ونوعية الغذاء نفسه. يعني الشائع انه الناس بتتضايق من البقوليات لمرضى الكولون من بعض انواع المأكولات، هذا الشيء كيف ممكن يكون برمضان؟ فجأة ممكن الشخص احيانا مثلا هو بياكل سلطة بالعادة فجأة يحس انه هي عم تزعجه، فشو النمط الغذائي اللي انت بتنصح فيه؟ رح ندخل على هالموضوع من خلال الحمية تبع متلازمة الأمعاء المتهيجة. يعني الحمية بتبلش انه من التهدئة النفسية والتطمين اللي حكينا عنه للحمية الغذائية. الحمية الغذائية بدنا نتجنب البقوليات اللي حضرتك قلتي عنها واللي هي ممكن انه تساوي تمدد بالكولون ونفخة وأعراض مزعجة وألم بطنية. الحبوب بكل أشكالها أحيانا بنمنع الشخص عنها بضمن رمضان أو برات رمضان، ما عدا الرز بنسمح فيه. بعض الألياف اللي بنسميها ألياف طويلة مثل الفجل والملفوف والزهرة والبقدونس والملوخية، رح يزعلوا مني الصائمين، يعني بدنا نخفف منها. بيجي عندنا بعض المشروبات اللي قد يكون لها فعل منبه، وحكينا عن القهوة، الشاي الثقيل اللي شاي مركزي، مشروب المتي الثقيل يعني بالكاسات الأولى، الحليب قد يكون له فعل مزعج عند بعض الناس، في عندنا نحن نسبي في عنده نقص بالخميرة اللي بتهضم سكر الحليب فبتزيد الأعراض، تسوي لنا نفخة وبتسوي لنا إزعاج. بالنسبة للخضار والفواكه الثانية عم تحكي عن السلطة، بالعكس السلطة كثير مفيدة بشرط أنه ما تحوي على هاي المواد مثل البقدونس مثلا، اذا النعناع كويس، البندوره كويسه، هالخضار هدول بيريحوا الانبوب الهضمي عند مريض متلازمه الامعاء المتهيجه. هلا بيجي هذا الطعام الثاني، نحن بشكل عام بنقول نقلل من الدسم، ناخذ الدسم اللي هو دسم بنسميه غير مشبع مثل الزيوت، الزيوت بيكون لها فعل كثير جيد وكويس على الانبوب الهضمي. زيت الزيتون العادي بناخذه بشكل ني، زيت عباد الشمس هذا للقلي، في حال نحن استخدمنا الزيت وقلينا فيه عدة مرات متكررة بيتحول لدسم مضر، فبالتالي يعني بصير كأننا أخذنا من الدسم اللي هو السمن أو الدهن أو توابعه. بدنا ما في مانع، طبعا الدسم دوما بيعطي حلاوة للطعم، ما في مانع ناخذ ولكن باعتدال. الوجبات الثانية يعني بالنسبة لمثلا المشروبات اللي الكحولية وهيك ما بننصح فيها أبدا، وهلق رمضان كريم على الجميع الحمد لله، هسه نحن معنا انتشار لهالمشروبات، هي منتشرة ببلاد غير بلادنا العربية الإسلامية. والغازية دكتور؟ والغازية دكتور. المشروبات الغازية هلق بشكل عام المعدة تفرغ محتواها إذا تمدد الجدار، مجرد تمدد الجدار شوي بتفرغ المعدة محتواها، فإذا شرب الواحد كمية بسيطة من المشروب الغازي هذا راح يتمدد بالمعدة بيسهلنا إفراغ المعدة، فراح يشعر الشخص إنه ارتاح. في كثير ناس بيقولوا لك هاي يعني المشروبات مريحة إلي يا دكتور، في حال إنه شرب كميات أكبر بيتنبه هرمونات بالمعدة معاكسة للهرمونات اللي بتفرغ المعدة، فبالتالي بيصير في عنا عسر هضم أكثر، غير انه كانه نحن عم نعطي سوائل مع الاكل فعم مدد العصارات الطعاميه. شرب كميه بسيطه انا ما عم بمنع المرضى منه، كونه مثل ما بلشنا كمان بالدسم كميه بسيطه، هذا موضوع ديليشس يعني بيعطي طعام جيد النكهه وما رح نحرم منه الأخوة المشاهدين، ولكن الاعتدال بيظل هو المبدأ الأساسي تبعنا. طيب دكتور بختام فقرتنا معك أهم النصائح يلي بتحب توجهها اليوم لكل المشاهدين.
يعني بخلال كلامنا حكينا كثير من النصائح، بس رح نوجزها. رح نبلش انه اذا كان الشخص يعاني من امراض قبل رمضان المبارك، خليه يراجع طبيبه وياخذ موافقه منه على الصيام. مثلا اذا كان في عنده قرحه فعاله، اذا كان في حصيات بالمراره، يسال طبيبه رح يعطيه حميه، وبالتالي بيمر الصيام بشكل مريح له صحيا على جسده وعلى ذاته. بالنسبه للاشخاص العاديين او الاشخاص اللي عندهم متلازمه الامعاء المتهيجه، طبعا من ضمن الاشخاص العاديين بالاضافه للحميه تبعيتهم، لازم نحن ما نكثر من الدسم اللي هو كميات كبيره رح يسوي لنا عسر هضم، فبتتفاقم الاعراض وبحس كانه رجعت له المتلازمه. شرب المياه مع الطعام مثل ما اسلفنا، تناول كميات كبيره من الحلويات والسكريات، تناول مشروبات محلات على امل انه تخلينا ما نشعر بالعطش عند السحور. لا، خلينا نشرب مي باعتدال، واذا شربنا بنشرب عصير فواكه طازج، لانه هذا مثل ما قلنا بيحوي على السكر الداخلي البناء اللي هو ما بيكلف الجسم اي طاقه. بالنسبه للعادات اللي هي بنعتبرها نحن غير صحيه، يعني النوم بعد الطعام من العادات الغير صحيه، خلينا نتجنبه. ممكن كثير احيانا الاشخاص عم بيفيقوا على سحور، بعدين بياكلوا كميه كبيره، بعدين بيرجعوا بيناموا. هي عم بيساوي لنا يعني تخزين لمنتجات الغذاء وبيأهب للبدن، اللي هي مثل ما قلنا نحن بالاساس البدن هي مرض. يعني بالعاميه بيقولوا لك عنده صحه، لا، هي عنده قله صحه. البدن هي مصنفه من ضمن الامراض واللي بتقود لكثير من الاختلاطات على الجسم. خلينا نتجنب انه نحن بعد الاكل ما ننام مباشره، نكون مرتاحين. بالاخر انا بتمنى لكم رمضان مبارك وصيام مريح سعيد، وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. وانت سالم يا رب. دكتور شكرا لك وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، ولوجودك معنا ينعاد عليك. تشرف فيكم حبيبتي. اكيد سنة. السلامه للجميع ولك دكتور، شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمت لنا اياها.